الو اهلا اهلا الو اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ ايوه ازي حضرتك، اهلا بيكي. انا عايزه اسال حضرتك على بالنسبه للبس السوري. بالنسبه لايه معلش؟ اللبس اللي هو السوري السوري دوت تمام. والسوداني. ايوه والسوداني تمام. دوت بيعلي الحرق ولا بيتخن؟ بصي اي حاجه منهم شويه صغيرين بيساعدوا على الشبع وتعليه الحرق، كتير بيتخن يعني قد كف الايد كده، شويه صغيرين قد كف يعني. السوري يعني ممكن اللي هو اللبس السوري ده ممكن اخد منه؟ طبعا كوجبه بالليل لوحده، تقعدي تقزقزي في حبه كده بوله صغيره بيعلي الحرق حلو قوي. والفول السوداني بس مش كتير بقى، فول السوداني قد قبضه يعني طيب تقفلي عليه بالنسبة كده. لشرائح بالنسبة لشرائح الخبز ايوه أشتريها منين في اسكندرية؟ بصي شرايح الخبز بتتباع، انت تابعيني على الصفحه عشان اعرف اقولك. انا هنزل ان شاء الله باذن الله، هنزل اماكن بيع الشرايح باذن الله، هنزلها.